ورجعنا لحضراتكم وأول أخبارنا النهاردة. الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم الحكومي لتحالف العمل الأهلي التنموي 1 مليار جنيه عشان يصل إجمالي الدعم لهذا التحالف 10 مليارات جنيه. التحالف اللي تم تأسيسه في مارس الماضي بالتعاون مع 24 جمعية من أكبر المؤسسات الأهلية في مصر ومن أكبر المؤسسات الداعمة في مصر اللي بتخدم أكتر من 400 ألف أسرة الأكثر احتياجا، أو عايز أقول مش الأسر الفقراء يعني، عايز أقول الأسر المعدمين. أنا عايز أقول لكم بس التحالف ده بيضم يعني كم حاجة يعني، أو من الحاجات المشهورة يعني، في مؤسسة بيت الزكاة والصدقات، بيضم كمان مؤسسة الجود الخيرية، جمعية الأرمان، جمعية الطعام المصري، مصر الخير، مؤسسة مجدي يعقوب، المعهد القومي للأورام بكل فروعه، الهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، مؤسسة أهل مصر، صناع الحياة، راعي مصر، جمعية رسالة، جمعية البقيات الصالحات، يعني جمعيات كبيرة جدا ومؤسسات كبيرة جدا بدورها بتدور على مش بس الفقراء لكن المعدمين كمان، أو بالأكثر المعدمين اللي بتشوف ده بيتسقف له البيت بتاعه، وده بيتعمل له الحمام في البيت، ده بيبقى له شهرية، ده كذا ده كذا ده كذا. فالدولة لأن هي عارفة أن الناس في الوقت ده بتعاني الأمرين، وانت اذا كنت بتقبض 2003 و4 وبتقول لي مش مكفي والحالة ضنك وانت بتشتغل ومراتك بتشتغل عشان 5-6 آلاف جنيه اللي هم يدوبك يمشوا معاك لغاية اخر الشهر والعيال والمصاريف وبتاع ومش عارف ايه، في ناس في هذه البلد دخلها الشهري لا يتعدى 400 جنيه و500 جنيه، هم دول المقصودين، هم دول اللي عايزين يتخدموا، هي دي الأسر الأكثر الاحتياجا. فبتيجي الدولة تقول له ليك شهرية، ومش بس ليك شهرية، ابنك في المدرسة ما يدفعش مصاريف، ابنك في الكلية ما يدفعش مصاريف، ما عندكش حمام في البيت هبنهولك، ما عندكش سقف هعملهولك، ما عندكش مش عارف ايه، ما عندكش أكل وشرب في الأعياد وفي المناسبات وفي أوقات كتيرة جدا هبعت لك الأكل على البيت. هي ده دور الدولة. الدولة بتخدم كام؟ أكتر من 400 ألف أسرة. هل هم دول بس فقط اللي محتاجين؟ لا، الدولة عايز تخدم 2 مليون و3 مليون أسرة، لكن على قد لحافك مد رجليك، على قد اللي موجود دلوقتي. لأن زي ما بقول لحضراتكم، إذا كن اللي بيقبض 3 و4 شايف إن الحالة ضنك، في ناس مش تحت خط الصفر بيسموهم معدمين، مفيش، يقول لك على الله مفيش، فبيتم خدمتهم بهذا الشكل اللي بقول لحضراتكم عليه. فالرئيس امبارح اجتمع مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني ووجههم في هذا الأمر. نروح لأسعار الدواجن وأسعار البيض، وزي ما حضراتكم متابعين الفترة اللي فاتت وبعد ارتفاعهم بشكل مغالى فيه الحقيقة وشكل كبير جدا، ما بقاش حتى في متناول الأسرة الـ4-5 أفراد ان تبقى يعني اجيب كرتونة البيض بكام، 80 جنيه و85 جنيه، فكان لازم يبقى في حل. الحل لو في ارتفاع في أسعار الأعلاف، وده اللي احنا عرفناه في ان سبب ارتفاع أسعار الدواجن واسعار البيض هي ان العلف غالي. فالاسبوع اللي فات بيقولوا ان هو الاعلاف زادت مثلا 2000 جنيه، فايه الحل؟ الحل ان يكون في المعروض كتير، كل ما زاد المعروض كل ما قل السعر. ووزارة الزراعة مشكورة تفضلت بزيادة المعروض بأسعار رخيصة موجودة في كل المنافذ الخاصة بيها، والعربيات المتنقلة اللي انتوا بتلاقوها في الميادين أو في الشوارع أعتقد أن ده متوفر في كل المحافظات. كرتونة البيض النهاردة بقت بـ65 جنيه، وفي بعض الأماكن كمان بـ63، ويعني كمان بتقولنا أن ده بيخرج من المزرعة بسعر 55 جنيه وبتوصل للمستهلك
المستهلك بسعر من 63 ل 65. الدواجن كمان حصل فيه انخفاض بسبب زيادة المعروض، بتخرج من المزرعة ب 27 الكيلو، اعتقد ان هو بيوصل ل 35 جنيه للمستهلك وانت بتشتري. فانا بشوف ان الانخفاض ده يعني رجعنا برضو للمعقول، اللي نقدر ان نقول كده يعني متخيلين الكرتونة فرق فيها كام، 20 جنيه 15 جنيه؟ طبعا هو بص رجعنا للمعقول، بس احنا مش عايزين نرجع للمعقول، احنا عايزين نرجع للمنطقي. المنطقي اللي بيقول ان احنا الطبق ده السنه اللي فاتت كان ب 35 جنيه 35 و40 جنيه، ليه النهارده اجيبه ب 65؟ لو حلينا ازمه الاعلاف اعتقد هيبقى في حل برضو، يعني العلف لو سعره نزل وبطلنا نستورد الاعلاف وقدرنا نوفرها هنا في مصر. ما ده صعب، لو نقدر ننتج الاعلاف دي كانت لو قدرنا ننتج الاعلاف اعتقد ان الموضوع مش هيبقى لا 63 ولا 65 ولا الكلام ده. انا عايز اقول لحضراتكم هو الاعلاف في طريقها للزياده مش للانخفاض للاسف. يعني النهارده سعر الدولار 19 وكسور، فانت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم انه ممكن سعر الدولار مرشح للزياده، فالعلف مرشح للزياده لان احنا بنستورد نسبه كبيره جدا من الاعلاف. ربنا يعديها على خير، لكن في كل الاحوال كويس ان سعر الطبق نزل اكتر شويه. عن حاله الجو بيقولوا جنوب الصعيد والبحر الاحمر بتشهد تكاثف للسحب وسقوط الامطار. ايه حكايه المطره اللي في شهر اغسطس دي؟ يعني ده ما سمعناش بيها قبل كده دي. تعالوا نعرف اكتر. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل. صباح الفل على حضرتك يا فندم، صباح الخير على كل الساده. أهلا. صباح الفل على حضرتك. ايه حكايه المطره اللي في شهر اغسطس دي؟ ما سمعناش بيها قبل كده. احنا بدانا نعتاد عليها في السنوات الماضيه، يعني احنا بدانا السنه الماضيه والسنه اللي قبلها كنا بنشهد فرص لسقوط الامطار في شهر اغسطس، وما هي في يعني في شهر اغسطس وسبتمبر مع ارتفاع الحزام المداري. الحزام المداري ده هي المنطقه اللي بتاثر او هي مناطق تقابل الكتل الهوائيه الجافه مع الكتل الهوائيه الجنوبيه الرطبه اللي بتسبب سقوط امطار في منابع النيل في اثيوبيا والسودان وبتؤدي لفيضانات. الحزام المداري ده في شهر 8 وشهر 9 بيبدا يرتفع شمالا باتجاه حدود جمهوريه مصر العربيه، فبيبدا ياثر علينا طبعا بتكاثر السحب وفرص لسقوط الامطار، وده اللي احنا بننوه عنه في الهيئه العامه للارصاد الجويه. فرص لسقوط الامطار ان شاء الله اعتبارا من غدا ان شاء الله يكون في فرص لسقوط الامطار، النسبه الاكيده واحتماليه سقوط الامطار اكتر يبقى من يوم السبت القادم. فين يا فندم؟ فين يا دكتوره؟ نعم، الاماكن فين يا دكتوره؟ طبعا هي المناطق الموجوده في جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين، بعض المناطق من جنوب سيناء زي سانت كاترين، بعض المناطق من اقصى جنوب الصعيد زي ادفو ابو سمبل اسوان، المناطق دي كلها تشهد فرص لسقوط الامطار. الامطار دي تكون امطار خفيفه وقد تكون رعديه احيانا، لكن ناكد ان هي ان شاء الله مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه. المناطق الشماليه سواحلنا الشماليه القاهره الكبرى الوجه البحري شمال الصعيد تشهد طبعا استقرار تام في الاحوال الجويه، مفيش اي فرص لسقوط الامطار، هي فقط المناطق اللي موجوده على حدود جمهوريه مصر العربيه. احنا في شهر 8 معروف دايما هو الشهر اللي بيبقى فيه نسب رطوبه اعلى على مدار العام كله، فارتفاع نسب الرطوبه في شهر 8 هي اللي بتخلينا نحس بارتفاعات الكبيره في درجات الحراره، لكن متوسط درجات الحراره خلال الايام القادمه ما بين ال 35 وال 34 درجه مئويه، مع نسب الرطوبه العاليه هنحس بيها لو اعلى بحوالي من درجتين لاربع درجات باختلاف طبعا نسب الرطوبه من منطقه لمنطقه. حلو جدا، وبشكرك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. الف شكر لحضراتكم. مطر في اغسطس، تصدق خساره ان هي مش جايه القاهره؟ ليه مش جايه القاهره؟ يعني ممتعه بتبقى. طبعا. نشوف درجات الحراره على الشاشه حالا تكون مع حضراتكم. لوزارة التموين، مع ارتفاع الأسعار
زي ما حضراتكم شايفين. فيعني بعض الإجراءات اللي بتحاول الدولة تخفف العبء أو تساهم بيها مع المواطن، الناس اللي معاها بطاقة التموين بتصرف السلع التموينية بتاعتها كل شهر، هيكون في زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، تقدروا بال 100 جنيه دول تصرفوا من الحزمة بتاعة السلع التموينية اللي متعودين تاخدوها بالبطاقة. ده هيكون يعني على طول، يعني خلاص كده بقى في زيادة في قيمة الحاجة اللي أنا بصرفها بالبطاقة، لا هتكون لمدة 6 شهور مع الظروف الصعبة اللي بيمر بيها العالم بشكل عام مش إحنا بس من باب التخفيف، لكن بعد 6 شهور أكيد هيبقى في رؤية تانية، وعلى حسب طبعا الوضع والظروف هيستمر ولا لا محدش عارف، لكن مبدئيا هو لمدة 6 شهور. الناس بقى اللي يعني أنا ما بصرفش سلع تموينية، أنا مش عندي بطاقة، طبعا الأولوية الموضوع محتاج ترتيبات، يعني ناس كتير هتقول إيه، طب هل كل الناس دي مستحقين؟ هل كل اللي معاه بطاقة تموين يستحق ان يبقى فيها زيادة 100 جنيه؟ كبار السن، أصحاب معاش تكافل وكرامة، الأرامل، المطلقات، يعني بعض الفئات هي الأولى واللي هتكون يعني على القائمة في الصدارة بأن تاخد الدعم ده على بطاقة التموين. طيب وباقي الناس في الطريق برضو لإضافة عدد تاني أو أعداد تانية أو أسر تانية، أعتقد أن أكتر من 9 مليون على حسب الخبر ما بيقول هيكونوا من المستفيدين من الزيادة على البطاقات التموينية. يعني الناس هتقول 100 جنيه دي تعمل إيه، ما تعملش إيه، لكن يعني هتزود عدد كيس السكر ولا كيس الرز اللي أنا باخده ولا أخد بيه سلعة، اكيد اخد بيها ازازه زيت زياده، اعتقد ان ده هيفرق كتير يعني ان شاء الله بالنسبه يعني افضل من يعني افضل من ما فيش. يعني 100 جنيه انا بشوف ان هي على بطاقه التموين دي زياده على اللي انا باخده، يعني لو انا واخدت مثلا كيسين سكر وكيس رز وكيس ما اعرفش ايه زياده ليه، بس انت ممكن تدفعهم نقدي فوق البطاقه لو انا احتياجاتي اكتر او يعني مش بيكفيني، مثلا خدت ازازه زيت مع بطاقه التموين او 2 فهشتري انا بحتاج وعارف احتياجاتي في الشهر بحتاج ازازه زيت زياده فخدتها ودفعت فلوسها فوق البطاقه، ال100 جنيه ممكن توفر عليا الرقم ال50 جنيه ولا ال100 جنيه الزياده اللي انا هدفعها. اصل في ناس تقول لك ايه، طب ايه هتعمل ال100 جنيه بالزبط. في ناس بيفرق معايا على فكره الازازتين الزيت الزياده وكيسين سكر وبتاع، ليه لا كيس يعني رز زيادة كيس مكرونة إذا كان هو ما يفرقش مع يعني ما يفرقش معاك يفرق مع غيرك يعني. أكيد. طيب من النشرة المرورية النهاردة بتقول كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة والجيزة وتباطؤ حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة. يكلمنا أكتر أستاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بهيئة الإذاعة المصرية. أستاذ محمد صباح الفل. صباح الفل يا استاذ اسحاق، صباح الخير يا استاذ هبه، اهلا. صباح الفل يا استاذ محمد. صباح الفل يا حبيبي. ايه حكايه ان في كثافات مرتفعه في القاهره والجيزه يا استاذ محمد؟ احنا طبعا زي ما حضرتك عارفين طبعا النهارده الخميس، النهارده الخميس بيبقى ليه يوم ليه طابع خاص طبعا، خاصه بتبتدي فتره الذروه الصباحيه النهارده بتبتدي معانا متاخر شويه، وبالتالي بيبقى في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه لاستيعاب اكبر قدر حركه السيارات خلال هذه الفترة وحتى تنتهي فترة الذروة الصباحية. من أهم ما تم رصده في خلال هذه الفترة بتقابلنا بعض الأحجام المرتفعة معانا نسبيا، أعلى كوبري تحديدا أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان، عشان كده محور رود الفرج هيكون أفضل وبديل. كذلك بعض الشيء في منزل محور صفت في نطاق محافظة الجيزة اللي جاي من أعلى الدائرة وداخل على جامعة القاهرة، بعض الشيء منزل محور أحمد عرابي هيكون أفضل وبديل. شارع فيصل النهارده بيشهد بعض الأحجام المرية المرتفعة اللي بتتجه إلى مطلع كوبري الجيزة المعدني، عشان كده شارع الهرم أو محور ترسا الجديد هيكون أفضل وبديل حتى تنتهي فترة الذروة الصباحية. أما بالنسبة لنطاق محافظة القاهرة الأحجام بدأت أن تتواجد في منزل كوبري العروبة اللي جاي دلوقتي من الرحمن الرحيم ومتجه إلى مناطق صلاح سالم وأرض المعارض، عشان كده محور النصر هيكون أفضل وبديل. وأعلى كوبري الحدائق اللي جاي من سكة الويلي والزاوية ونازل على مناطق الفنجري بعض الشيء، وكذلك بعض الشيء أيضا أعلى كوبري حماية الزيتون اللي جاي من التجريد اللي رايح مناطق التجريد، عشان كده كوبري سرايا القبة هيكون أفضل وبديل. باقي الكباري اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة بما فيهم أيضا كوبري أكتوبر ما زالت حتى الآن الحركة المرية فيها متوسطة،
في نطاق محافظة الأيوبية، الأحجام بتتوافد عند منطقة سيسنما اللي جاي من الزراعي وداخل على مناطق شبرا، ده نتيجة الأعمال. عدا ذلك الحركة المرورية المرجعية عدا المحاور ذكرناها للسادة المشاهدين الكرام. شكرك جدا زميلنا العزيز الأستاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بالإذاعة المصرية، ألف شكر. شكرا ليك أستاذ محمد. نشوف بس يعني تخفيف عن الأعباء زي ما احنا كنا بنتكلم على موضوع بطاقة التموين، لكن الحقيقة في أكتر من اتجاه الدولة بتحاول أنها تمشي بيه. لو بنتكلم في مؤسسات المجتمع المدني ممكن يكون ليها دور إيه؟ وزارة الزراعة ليها دور، وزارة التموين ليها دور، فالدعم من الدولة بقدر الإمكان وتوفير الأماكن والمنافذ اللي تتوفر فيها السلع والمبادرات اللي بتتقدم بقدر الإمكان تخفف العبء عن المواطن، أعتقد دي حاجة تحترم جدا. الخبر بيتكلم عن مبادرة سند الخير، سند الخير في 15 محافظة وتوفر 37 سلعة بأسعار مخفضة. معاكم من أسوان لغاية البحيرة هيكون في منافذ ثابتة ومنافذ متحركة، وهتلاقوها يعني بتلف، هتلاقوها على الميادين على الشوارع الرئيسية، هتلاقوا العربيات موجودة ومكتوب عليها كلمة سند الخير. دي المبادرة كل السلع اللي ممكن تحتاجها من خضار ومن فاكهة ومن يعني 37 سلعة، حتى الحاجات العادية استخداماتنا العادية مش بس الخضار والفاكهة هتلاقوها موجودة من ضمن المبادرة بأسعار مخفضة، وإن شاء الله كمان حتى المحافظات اللي مش متوفر فيها المبادرة دي تنتشر في كل محافظات الجمهورية. كمان من أخبارنا النهاردة، بريطانيا تتوقع ارتفاع تضخم لمستويات فلكية خلال العام المقبل. بريطانيا بتتوقع ان موضوع التضخم ده ياخدنا للعام القادم 2023. خلي بالكم ان موضوع زيادة الاسعار والتضخم، مرة تاني بنكرر وبنقول وبنزيد وبنعيد ان موضوع موجود في العالم كله مش بس في مصر، يعني ما تفتكرش ان احنا بس اللي عندنا مشكلة في زيادة الاسعار، بالعكس في دول بتشهد التضخم بشكل مرتفع جدا، ارتفاع في الاسعار بشكل احنا اول مرة كانت في حياتنا نشوف في أوروبا بيتخانقوا على إزازة زيت، دي حاجة كانت بالنسبة لنا حاجة يعني لو حد قالها لك تفتكر أنه بيقول لك نكتة يعني. فمعنا لتوضيح الخبر دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل مشاهدي سي تي في. أهلا بحضرتك فندم. كان في كتير من الاقتصاديين بيتوقعوا أن في نهاية هذا العام يبتدي موضوع التضخم يتراجع و23 تشهد انفراجة، خرجت علينا بريطانيا بتقول لا ده الموضوع في 23 ربما يتفاقم ويكبر أكتر وأكتر. يعني خلينا في البداية نضع أسس، وهي أننا بالفعل لأن العالم بالفعل يمر بأزمة شديدة منذ بداية التعافي، إجراءات التعافي من كورونا، الأزمة موجودة والصعوبات الاقتصادية موجودة. مصر بتتأثر بما يتم في العالم بصفتها إحدى دول العالم، ولكن التعامل مع المشكلات الاقتصادية وحل التضخم له ثلاثة سيناريوهات. سيناريو على المدى القصير بأن ينتهي الأمر وتنتهي الحرب الأوكرانية ويتم علاج أثار التضخم بصورة سريعة، وتصور أن هذا السيناريو تم تجاوزه ولم يعني لم يتم. السيناريو الثالث وهو أن على المدى الطويل، على المدى الطويل الأمر يعني الاقتصاد دائما ما ينتصر كافة الصدمات، ودائما ما يصحح الاقتصاد نفسه على المدى الطويل. يتبقى لنا المدى المتوسط، يعني المدى المتوسط قبل ما نقول التضخم هل هينتهي في نهاية العام أو في العام القادم اللي يستمر 23، عايزين نقول ماذا فعل العالم لاحتواء ظاهرة التضخم؟ هل هناك بالفعل جهود جماعية لاحتواء التضخم؟ القضية أن الجميع يعمل بصورة منفردة، الجميع يريد إلقاء كرة اللهب على الآخر، لا يوجد نموذج دولي لاحتواء ظاهرة التضخم. بالتالي فإن استمرار التضخم لما بعد 2022 هو أمر نسبي، سيختلف من دولة لدولة على حسب قدرتها على تواكب الصدمات وحسب قدرتها على ابتكار حلول محلية وإقليمية تساعدها في امتصاص الجانب الأكبر من التضخم. إذا كانت بريطانيا بتتوقع الاستمرار ل 2023 فإننا أتصور أنها متأثرة بالواقع الأوروبي وبالصعوبات الكبيرة التي تواجهها أوروبا ارتباطا بالعقوبات
التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وثبت أنها عقوبات لها وجهين، فهي عقوبات على روسيا وعقوبات على أوروبا في نفس الأمر. نحن في مصر، نحن في مصر مثلنا مثل عدد كبير من الدول، لابد أن نبحث عن حلول شخصية، لابد إذا فقد العمل الجماعي الدولي يجب أن نبحث عن العمل الجماعي الإقليمي ونبحث عن حلول محلية. فالملاذ الآمن لمصر والمنطقة العربية هو البحث عن حلول محلية وخلق تعاون إقليمي حقيقي يساعد الدول العربية على المرور من تلك الأزمة في أقرب وقت. طب أنا عايز أسأل حضرتك كمان عن الأخبار اللي بتتكلم عن عقود البترول في الفترة اللي جاية، وبتوضح أن في انخفاض في أسعار المواد البترولية خلال الفترة اللي جاية، حتى لو انخفاضات طفيفة لكن يوجد انخفاضات، هل ده بشكل أو بآخر ليه مدلولات اقتصادية ولا لا؟ العشرات من المتغيرات التي تحكم أسعار البترول، ففكرة أن أسعار البترول ينخفض، الأمر بيكون متعلق بزيادة في العرض وانخفاض في الطلب. نتابع زيادات طفيفة جدا من عند آخر بتكون في الطلب في المعارضات المصرية، ولكن في المقابل يعني الأخبار يعني بتختلف من أسبوع لآخر، فأحيانا يكون هناك انتشار للمتحور جديد في الصين وهو الأمر الذي يتوقع معه البعض أن معدل نمو الاقتصاد الصيني سيكون أقل من المتوقع إذا انخفض حجم النشاط الاقتصادي في الصين، ده معناه انخفاض في الطلب على البترول مما ترتب عليه تراجع محدود في أسعاره، ولكن في المقابل انخفاض النشاط الاقتصادي في الصين يؤثر بالسلب في المعروض من السلع الأخرى في العالم فارتفع سعرها، فهي معادلة زي ما قلت لحضرتك. أنا بشكرك. المعادلة مطلوب مننا في مصر إن احنا نتابع كافة التغيرات، لأن كل تغير له أبعاد إيجابية وأبعاد سلبية، يؤثر سلب، أن نتعامل مع تلك الأبعاد بالصورة التي تساعد على توقي الجانب السلبي منها والاستفادة من الجانب الإيجابي. أشكرك جدا دكتور وليد جبلّة الخبير الاقتصادي، بشكرك جدا لتحليلك القيم للأخبار. شكرا لك دكتور وليد. نروح على الأدوية واللجنة الفنية للرقابة على الأدوية، واللي قررت سحب 20 صنف دوائي بيحتووا على مادة، إذا كنت هقول اسم المادة طبعا صح، جيمفلكساسين. نحاول نشوف برضو المادة دي إيه أضرارها، لكن يعني إيه 20 صنف دوائي تم سحبهم من السوق؟ اللجنة قالت إنه الأدوية دي خاصة بيها، هقول لحضراتكم لإيه، مضادات حيوية لعلاج العدوى البكتيرية، أمراض الجهاز التنفسي، التهاب الشعب الهوائية، الالتهاب الرئوي، التهاب الأذن الوسطى. اللجنة كمان ادت مهلة 3 شهور لشركات الأدوية عشان توفق أوضاعها قبل سحب كل الأنواع دي اللي بتحتوي على المادة دي من السوق. إيه أضرار المادة وليه تم سحبها دلوقتي وإيه اللي تم اكتشافه عشان تتسحب المادة دي؟ شركات هتوفق أوضاعها الحقيقة مش عارفة ده ممكن يحصل إزاي، لكن معنا دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية واللي هيكون معنا حالا عشان نشوف خطورة المادة دي. واعتقد ان احنا في الفترة الاخيرة وخصوصا من بعد موضوع وازمة كورونا احنا بنستخدم المضادات الحيوية بشكل مفرط وبشكل مؤذي لصحتنا، واعتقد كمان الاصناف دي احنا لسه بشكل فردي هبقى بنفتح التلاجة ونبلبع بشكل فردي، والمضاد الحيوي بالذات يعني أيوة. اللي هي لو احنا خدناه يوم يومين وبعدين حسينا ان احنا بقينا احسن فخلاص ما بنكملش. الاحتفاظ بده جوه التلاجة ولا بره التلاجة، برضو احنا الثقافة دي بنوصف حتى المضاد الحيوي ازاي، ما اللي متفاكرين بروتوكول العلاج بتاع كورونا من بداية ظهورها كانت ورقة كده بتتصور وبتتوزع، خصوصا الحاجات الخاصة بالشعب الهوائية. الأصناف اللي اتسحبت من السوق قدامكم، أنك جايبة الأصناف؟ الناس هتبقى شايفة أكتر مني، أنا مش قدامي يعني. أنا بس بقولهم الأصناف قدامكم يعني. لو تقدروا تصوروها بالموبايل من على الشاشة دلوقتي وتبقى قدامكم حتى لغاية الثلاث شهور دول لغاية لما تتسحب الأدوية، يبقى محدش فينا يشتريها لغاية ما نشوف خطورة المادة الفعالة دي. دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، صباح الخير يا دكتور. برحب بحضرتك معنا، وحابين نعرف ايه خطورة المادة وليه تم سحب او هيتم سحب الادوية اللي بتحتوي على المادة دي من الاسواق.
هو المادة الفعالة بتاعت المستحضر ده من المواد الفعالة المضادات الحيوية واسعة المجال وكده، وهي متخصصة في الجهاز التنفسي. بالنسبة لاستخداماتها هذه المادة من الحاجات اللي كان ليها تأثير قوي على الميكروبات، ولكن في ما بعد التسويق بتبقى في دراسات بتتم على اي منتج بيتم اكتشافه، بتفضل الشركات الادويه بتتابع تاثيره ما بعد نزول السوق. فهذه الماده بعد نزولها للسوق في الاتحاد الاوروبي لقوا ان لها اعراض جانبيه اعلى من ميزتها. زي ايه يا دكتور؟ بتعمل ايه طيب؟ زي الحساسيه الشديده خصوصا في الجلد. وبالتالي دي كانت قالك ان هو المفروض ان هو بتشوف الميزات، كل الادويه ليها ميزات وعيوب ولكن ميزاتها اكتر من عيوبها. مع الدواء ده العيوب اكتر من الميزات، عشان كده اوصت الاتحاد الاوروبي بسحبه، ومصر بناء عليه المركز اليقظه في هيئه الدواء المصريه اوصى بسحبه، واللجنه الفنيه اوصت بسحبه ووقف تداوله في مصر بناء على الاتحاد الأوروبي. دكتور علي، الأصناف دي هل بقالها فترة موجودة في الصيدليات أو في الأسواق؟ يعني هل ممكن بعد ما دواء يفضل مثلا شهور أو سنة أو سنين في الأسواق يبقى عليه دراسات وبعدين يتم سحبه، ولا هو حديثا موجود؟ لا، هو بقاله فترة كويس، والفترة دي فوق العشر سنين، بس هو بيتم له دراسات وايضا بينزل كده، يعني أي دواء في العالم في أي لحظة ممكن يساعد بعد ما الأعراض الجانبية تظهر عليه. تمام؟ تمام. طيب أنا بشكرك دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية. يعني أعتقد أن احنا مهم جدا دلوقتي، هقول مرة تانية، ندور على أسماء الأدوية اللي موجودة اللي هتتسحب من السوق، صوروها وخلوها معاكم، ولأي طوارئ هتشتري مضاد حيوي أو حد من السادة الأطباء كتب ده نراجع أنه مش من ضمن الأصناف المسحوبة من السوق. دي كانت أخبارنا النهاردة. النهاردة عندنا موضوعين خاص بيهم في البيت، تعمل ايه لو عايز تعمل شنطة اسعافات اولية في البيت، لو القدر الله حصل اي حاجة في البيت وحد محتاج تسعفه، اللي الحاجات البسيطة اللي لازم تبقى موجودة في البيت تقدر تسعف بيها اي شخص اقوم عليه، اي شخص اتعور، اي شخص حصل له غيبوبة سكر، مش عارف ايه، اي حاجة من الحاجات الطريقة اللي بتحصل فجأة اللي انت اوريدي هتوديه المستشفى والدكتور، بس تسعفه ازاي سريع، ده هيبقى موضوع. وموضوع تاني برضو خاص بالبيت، لو عندك مكان صغير، لو فوق السطوح، لو عندك في البلكونة مكان، ازاي تزرع، ازاي تهتم بالزراعة، ازاي تخلي شكل البيت لطيف، بعد الفاصل.